السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات قسم التركيبات والمعدات الكهربية، طلبة الدبلوم قسم التركيبات والمعدات الكهربية من التعليم الصناعي، مرحبا بكم من قناة التعليم الفني من التلفزيون المصري. أبنائنا وبناتنا، النهاردة إن شاء الله هنعمل حلقة مراجعة على مادة الرسم الفني لأبنائنا الذين لم يوفقوا في الدور الأول لامتحانات هذا العام. أبنائنا وبناتنا، مادة الرسم الفني من المواد المهمة والتقيلة سواء في الدراسة أو في الحياة العملية، وإحنا عارفين هذا الكلام من بداية العام الدراسي وظروفنا اللي سمحتش إن إحنا إن شاء الله نعدي الدور الأول. أبنائنا وبناتنا، إحنا هنراجع بعض الرسومات من المفترض إن هي رسومات مهمة جدا وتشمل أجزاء كبيرة جدا من المنهج لهذا العام. أبنائنا وبناتنا، مادة الرسم الفني في بعض الملحوظات هنقولها نحاول نركز عليها. إحنا دلوقتي الدنيا حر بالنسبة لنا قوي، فإيدينا دايما بتعرق. مفيش مانع، ودي مسموح بيها في اللجان، إن إحنا يبقى في إيدينا منديل كلينكس أو فوطة صغيرة نقدر كل شوية نمسح إيدينا أو نمسح الأدوات وننظفها، على أساس إن العرق والمية والصيف ممكن قوي الأدوات تاخد طبقة مية تنزل مع الرصاص، وحضرتك بترسم وحضرتك بترسم اللوحة بيبقى شكلها مش طبيعي. دي أول نقطة. أبنائنا وبناتنا، لابد إن إحنا يكون معانا فوطة أو مناديل، إن إحنا دايما نمسح إيدينا أو ننشف إيدينا ونمسح الأدوات وننظفها. تاني نقطة أبنائنا وبناتنا، الهدوء اللي حضراتكم إن شاء الله تكونوا في الامتحان، مع توافر الإجراءات الاحترازية اللي حضرتك بنخاف عليها وعليك يعني كان بنقول كأفضل العناصر وأهم العناصر في البلد اللي هي حضراتكم الشباب، اللي هي الجل اللي بتستلمه في اللجنة، ثانيا الكحول، ثالثا الكمامة اللي بتتحط على وشك، على اعتبار ان احنا بنحافظ على اهم مورد في البلد اللي هو العنصر البشري اللي هو حضرتك وحضرتك. لابد ان احنا نتبع التعليمات في الاجراءات الاحترازية كويس جدا مع زملائنا الافاضل في اللجان. دي بعض الكلمات اللي احنا هنبدأ بيها ان شاء الله، وبالتوفيق لكم جميعا والنجاح. ثالثا بقى هنبتدي نخش على مادة الرسم، او ندخل على مادة الرسم الفني. بعض الملحوظات بسيطة جدا، ادواتك تكون كاملة معاك، سواء البرجل او الشابلونة او القلم الرصاص او الاستيكة او السوليتيب او المسطرة حرف تي. نقولهم تاني، المسطرة حرف تي دي مهمة جدا، مثلثين، مسطرة الدواير، برجل، شابلونة معاك لمادة الرسم، القلم الرصاص النظيف، برايتك، ادواتك كلها تكون كاملة، بحيث ان انت تكون داخل مركز، على اعتبار ان شاء الله ربنا يوفقك وتكمل، او يوفقك وتكمل ان شاء الله بقيه الماده اللي الظروف ما سمحتش بالدور الاول. تعالوا نشوف مع بعض ابنائنا وماده الرسم الفني. احنا بنعمل المراجعه النهارده هنجيب المنهج من الاخر للاول، على اعتبار ان في الاوائل كلنا كنا حاضرين في المدرسه، ففي بعض الافكار في دماغنا وفي بعض المعلومات كمان في دماغنا احنا هنأكد عليها ان شاء الله مع حضراتكم في هذه الحلقه. أبنائنا وبناتنا، هنبدأ من الآخر، هنعكس شوية لأن كانت الظروف لم تسمح في الحضور نظرا للظروف الراهنة في البلاد. ربنا يحمي مصر وأهلها إن شاء الله من كل شر. هنبدأ بلوحة التوزيع. لوحة التوزيع تعريف بسيط جدا، اللي هي المجمع بتاعك للمكان اللي أنت فيه، ليتجمع جميع الخطوط والتوصيلات إلى اللوحة الرئيسية اللي بنسميها لوحات التوزيع. لوحات التوزيع موجودة في كل مكان، في الشقة عند حضرتك اللي هي بنقول عليه لوحة المفاتيح، القواطع الاوتوماتيك اللي جاي في ظهر العداد، في الورشة اللي هي في حضرتك دخلت فيها التدريبات العملية هتلاقي فيه صندوق مستطيل، ده يقول لك ارفع المفتاح الفلاني عشان المحرك الفلاني يشتغل، او ارفع عشان الانارة، او ارفع المفتاح عشان المبنى ينور. دي اسمها لوحات توزيع فرعية. أما لوحة التوزيع الرئيسية اللي تشمل المبنى بالكامل، أو تشمل المدرسة بالكامل، أو تشمل الورشة بالكامل، دي بنسميها لوحات التوزيع الرئيسية. يبقى احنا عندنا نوعين من لوحات التوزيع، لوحات توزيع فرعية ولوحات توزيع رئيسية. السؤال بيجي ازاي في لوحات التوزيع؟
يا اما ارسم الدائره الخطيه للوحده التوزيع، يا اما ارسم الدائره التنفيذيه، او الاثنين مع بعض. في بعض الرموز احنا حافظينها كويس جدا وفاهمينها، لابد ان احنا ناخد بالنا منها كويس قوي. وعشان ما نقعدش نتكلم ونفكر فيها، تعالوا نشوف كده شكل طبيعي للوحه التوزيع مع شاشتنا هنا بتقول ازاي. اللوحه اللي قدام مني او الشكل اللي قدام مني عباره عن دي خليه، اللي على الشمال دي هنسميها او مسمى خليه دخول. خليه الدخول ابنائي وبناتي ثابته على جميع اللوحات. يعني لما يقول لك في خليه دخول، ادي النص الاولاني اللي هو على الشمال اللي على السهم والماوس بيتحرك عليه، دي اسمها خليه دخول. خليه الدخول تشتمل على، يبقى في اساسيات انا فاهمها. اول ما يقول لي خليه دخول، يبقى انا عندي هنا فولتميتر لقياس فرق الجهد، وعندي ثلاثة أميتر لقياس شدة التيار، بيوصلوا طبعا التوصيلات الداخلية للوحة التوزيع من الخلف، انت ما انتش مسؤول عنها في هذا العام. ان شاء الله لما تكملوا معاهد او كليات بتبقى بتاخدها بالتفصيل. ده هنا الرمز ده عبارة عن ايه؟ مفتاح قلاب. عارفين مفتاح قلاب؟ بدل ما احط 3 فولتميتر بحط فولتميتر واحد مع مفتاح قلاب يقيس فرق الجهد ما بين كل نقطتين. وهنا دي 3 لمبات إشارة. 3 لمبات إشارة يبين إن الأميترات شغالة. في لمبة إشارة للوحة كلها إن الكهرباء سارية في اللوحة. بقول هنا دي منورة أو مضيئة، يبقى معنى ذلك الكهرباء شغالة. طيب ده مفتاح رئيسي عمومي. خد بالك من الشكل والحجم. مفتاح سكينة رئيسي وعمومي. ده اللي بيفتح اللوحة كلها. يعني المدرسة أو المبنى بالكامل ما يقدرش يشتغل إلا لما المفتاح ده يبتدي ترفعه. في عندي 3 فيوزات أو 3 مصهرات عمومية للمبنى بالكامل أو المكان اللي أنا فيه. مقاسات الموجودة على 200 سنتي يعني 2 متر، وهنا 90 سنتي، دي اللي هي على الحالة العملية. طب حضرتك احنا مطلوب ان احنا ناخد مقياس رسم لهذه اللوحة. هنا مقياس الرسم متروك لحضرتك وحضرتها في الشغل. بمعنى المقاس المناسب للوحتك هتبتدي تشتغله وتنقله او تحله على اللوحة اللي موجودة عندك. اصل دي مكتوبة 200 سنتي، مفيش مقياس رسم محدد الا ساعة التنفيذ ان شاء الله، ودي باذن الله لما ربنا يكرمكم باذن الله بالتوفيق وتبتدي تخش الكليات بتبتدي تعمل مقياسات رسم عشان المنفذ في عملية الانتاج يبتدي ينفذ على الديزاينر بتاع حضرتك في مقياس الرسم اللي بتحطه سواء للوحة او لاي شكل تاني. يبقى المقاسات اللي موجودة على اللوحة دي بتاعت حضرتك تنقلها في ورقة الرسم بالطريقة اللي تناسب مقاسات حضرتك في اللوحة. طبعا ما تعملهاش كبيرة او تاخد المساحة كلها، تعملها صغيرة جدا يبدأ المصحح يبص فيها او ما يلاقيش فيها رسم. يبقى دي اول حاجة عندي خلية الدخول تشتمل على ايه؟ ايوه نراجع مع بعض. ماشي، 3 أميتر تحت منهم 3 لمبات إشارة، فولتميتر تحت منه علامة اللي هي التي مقلوبة ديت أو ال مقلوبة اللي هو مفتاح نخل، فوق خالص لمبة إشارة تبين اللوحة كاملة بالكامل إن فيها تيار كهربي، من تحت خالص في 3 مصيرات. في بعض الأحيان في بعض اللوح بيدي لك خط كده يقول لك ده رمز إيه؟ خط من تحت خالص كده. الرمز ده عبارة عن اللي هو الكارت أو الرمز اللي انت هتدخله، ودي حاليا معموله في مصانعنا في مصر وفي شركات كبيره جدا، ان محدش يقدر يفتح لوحه التوزيع دي الا بكارت ممغنط له رقم كود معين بحيث اللوحه تتفتح. طبعا ما تبقاش متاحه لاي حد غير المتخصص في هذه اللوحه والمتحكم في الكهرباء للمبنى او الشركه او المصنع بالكامل. بيبقى عباره انها تفتح بكود معين زي كارت ممغنط او رقم سري. طيب دي لوحه الدخول. لوحه الخروج، عندي انواع من لوحه الخروج. ايه لوحه الخروج اللي انا هغذي بيها بقى؟ دي اللي هي التابلو اللي عند الشقه وابتدي اخد منه فروع. دي للاوضه الفلانيه ودي للاوضه الفلانيه ودي للصاله ودي للتكييف ده لكذا. دي حاجه مصغره. طب في الورشه هاخد المفتاح ده للمخرطه، ده المفتاح ده للمتقاب، ده المفتاح ده للاناره، لا المفتاح ده للبرايز. يبقى لوحه الدخول اللي احنا اتكلمنا عليها لوحه عامه. لوحه الخروج تنقسم بقى. ممكن قوي اعمل لوحه الخروج لوحتين او 3 او 4، يبقى كل لوحه مختصه بمبنى. المبنى رقم 1، اللوحه رقم 1 فيها كذا مفتاح وفيها كذا
لمبات وفيها كمان الفيوزات والأجهزة الحماية بتاعتها. طيب لوحة رقم 2 للمبنى اللي بعده لوحة وهكذا، أعمل عملية تنظيم لدخول الكهرباء للأحمال، الأحمال اللي حضراتكم عارفينها اللي احنا هنستخدمها سواء محركات أو لومض أو إضاءة. طب دي لوحة الدخول أبنائنا وبناتنا، احنا قلنا إنها ثابتة، يبقى السؤال بتاعنا ارسم الدائرة الخطية والتنفيذية للوحة توزيع تحتوي على لوحة دخول، يبقى احنا عرفناها. طب لوحة الخروج، تعالوا نشوف مع بعض الرسمة بتاعتنا على شاشتنا هتقول ايه في لوحة الخروج. لوحة الخروج بالنسبة لي لو انا بصيت فيها هنا هتلاقي بالنسبة لي في عندي 1 2 3 4 5 6، يبقى دي عبارة عن ايه؟ قال لي دي 6 مفاتيح ثلاثية الاوجه، 6 مفاتيح ثلاثية الاوجه. عرفتها منين؟ 1 2 3، كل مفتاح عليه 3 لمبات إشارة، كل مفتاح عليه 3 لمبات إشارة، يبقى هنا مفتاح ثلاثي الأول. الحمل بتاعه قد إيه؟ والتيار بتاعه قد إيه؟ ده محسوب في لوحة التوزيع ومحسوب في المقايسة اللي حضرتك بتاخدها مع الزملاء الأفاضل في مادة التخطيط. تمام؟ طب وهنا 1 2 3، يبقى عندي 3 مفاتيح أحادية الأوجه. ممكن يكون محرك وجه واحد، ممكن يكون دائرة إنارة، تمام؟ ممكن يكون مثلا عدة ميكرويف وجه واحد. لما أجي أعمل الكلام ده، ودي بقى باللي بيقولوا بالفطنة، أنا عندي هنا كام مفتاح؟ 3 أوجه، 6، يبقى عايز 6 فيوزات في 3 أوجه. لو نزلنا تحت هنا 6 فيوزات اللي هي 6 مصهرات أو 3 مصهرات، 1 2 3 بتاع المفتاح الأولاني، 1 2 3 المفتاح الثاني، 1 2 3 مفتاح تلات. يبقى معنى ذلك ان كل مفتاح 3 أوجه له حماية لوحدها 3 فيوزات او 3 مصرات او اي نوع من الحماية. اما الوجه الواحد فايضا له حماية، واحد المفتاح الاولاني له مفتاح فيوزين، المفتاح الثاني له برضو فيوزات، والمفتاح الثالث. تمام؟ طيب الخلية دي عبارة عن ايه؟ او هيجي لي السؤال ازاي؟ لو انا قلبت هنا الرسمة بتاعتي معايا وهنشوفها مع بعض هتلاقيها ظهرت لنا على الشاشة. الدائرة الخطية، خد بالك بقى من الكلام ايه، الدائرة الخطية والتنفيذية للوحة التوزيع تحتوي على خلية دخول. خلية دخول فين هي خلية الدخول؟ برافو عليك، اهي اللي فوق، ادي الباور سبلاي التلات اوجه مع الخط الحياد بتاعه نيوترال. طبعا مصرات بيدي احالة للمصرات للوحة كلها او الفيوزات العمومية. وادي مفتاح السكينة اللي هو الكبير، مع هنا محولات طيار، محاول الطيار طبعا لتوصيل الاميترات، وده بيبقى في اللوحة من الظهر. وادي الفولتاميتر مع المفتاح القلاب. يبقى الجزء ده هو ده خلية الدخول. جه هنا عمل ايه؟ قال خلية خروج واحدة، خد بالك خلية خروج واحدة تحتوي على ايه؟ تعالوا بقى نعد مع بعض، 1 2 3 4 5 6، 6 مخارج 3 أوجه، 6 مخارج 3 أوجه. ولذلك لما جينا نفذناها حطينا 6 مفاتيح 3 أوجه، 6 فيوزات أو 6 في 3 ب 18 فيوز 3 أوجه، وبعدين 1 2 3 3 مفاتيح وجه واحد، احنا قلنا لدائرة الإنارة أو أي خط وجه واحد. يبقى دي الدائرة الخطية، واللي قبل منها الدائرة التنفيذية. سؤالنا بيقول إيه؟ هي ممكن تجي لنا كلامية يا باشمهندس؟ اه. طب نكتب مع بعض؟ نكتب مع بعض. ارسم الدائرة الخطية والتنفيذية للوحة توزيع تحتوي على، أو لوحة توزيع لمدرسة مثلا تحتوي على خلية دخول. خلية الدخول تحتوي على 3 أميتر، 1 فولتاميتر، مصهرات، باور سبلاي. يبقى هتعمل ايه في دائرة في بالنسبة لك؟ احنا شفنا خلية الدخول بالنسبة لك كتنفيذية وكمان على شاشتنا كخطية. رقم 2 خلية خروج تحتوي، خلية خروج واحدة تحتوي على 6 محركات 3 أوجه مثلا. تمام؟ 6 محركات 3 أوجه، يبقى نعمل لها إيه؟ 6 مفاتيح 3 أوجه، وكل مفتاح له 3 مصهرات. كمان زائد 3 مفاتيح وجه واحد. يبقى كل مفتاح وجه واحد أعمل له إيه؟ 2 مصهرات. خلصت الرسمة. طب ما هي بسيطة، هي بسيطة بس بالنسبة لحضرتك هتبقى ايه؟
اسلوب الرسم، الحجم. احنا خدنا بالنا من الشكل في اللوحه على الشاشه كانت عامله ازاي، ليها مقاسات معينه. المفتاح السكينه لازم يكون المفتاح الرئيسي اكبر حاجه. اي حد غير متخصص هيبص يقول لك ده المفتاح ده اهم مفتاح في الدايره، هو اللي هيفتح الدايره كلها. طب والمفاتيح بتاع خليه الدخول بتاع خليه الخروج، هتلاقي المفاتيح او الحجم بتاعها ابتدى يقل. العين يا باشمهندس يا باشمهندسه لازم تقرا. واحنا قلنا في تلفزيوننا المصري في قناة التعليم الفني ما هو تعريف لغة الرسم أو ما هو الرسم. هي لغة، لغة يتعامل بها المهندس مع المنفذ في عملية الإنتاج. تفع على رموز ومصطلحات بيدوا له الرمز، المنفذ بيبقى عارف الرمز ده قد إيه. سمك الخط بيبقى عارف السمك ده 2 مللي 3 مللي ده هيتنفذ إزاي. طب خط رفيع ده هيتنفذ إزاي. الكلام ده موجود على الرسم بالنسبة لي. واديكوا شفتوا الدائره الخطيه والدائره التنفيذيه بتاعتنا. ايه رايكم ابنائنا وبناتنا لو خدنا سؤال تاني؟ هنبتدي بقى نعكس هنا. جبنا الدائره الخطيه وعايزين ننفذها. طب عايزين نقرا الدائره الخطيه. تعالوا نقراها كده. لوحه توزيع رئيسيه تحتوي على خليه دخول. احنا متفقين اهو. خليه الدخول عباره عن ايه؟ الباور سبلاي، الفيوزات او المسارات العمومية، فولتميتر مع مفتاح اللاب، اميتر ثلاثة مع لمبات الاشارة، مفتاح سكينة رئيسي وهو اكبر المفاتيح، ثم محولات التيار لتوصيل الاميترات. هنا عمل ايه غير اللوحة اللي فاتت؟ قال انا عندي خليتين خروج، خلية هتنور المبنى اللي احنا قاعدين فيه مبنى ماسبير، وخلية لخارج المبنى مثلا او مبنى تاني. فقال لك المبنى الاولاني له خليه لوحده اللي هي خليه الخروج اهي، بتحتوي على برضه فيوزات ومفتاح سكينه. فيها ايه بقى الخليه الاولانيه خليه الخروج؟ واحد اتنين تلاته اربعه، اربع خطوط رئيسيه لتلات اوجه، اربع خطوط رئيسيه لتلات اوجه. تعال نشوف الخليه الثانيه، قال لي باور سبلاي واحد اتنين تلاته اربعه، أربع خطوط برضو تلات أوجه. يبقى معنى ذلك اللوحة دي تقيلة. تقيلة ليه؟ كلها ثلاثية الأوجه. نعيدها تاني. هنا خلية دخول واحدة. كم خلية خروج؟ اتنين، واحد اتنين. كل خلية خروج من دي تحتوي على أربع مفاتيح وأربع خطوط تلات أوجه. دي الدايرة الخطية. تعال نشوف الدايرة التنفيذية تبقى عاملة إزاي. بصوا الدائره التنفيذيه والدائره التنفيذيه عامله ازاي. خليه الدخول اصبحت بقت انا على جنب ولا في النص؟ قال لا ده في المنتصف. تعالوا نشوفها كده ونقراها. ادي المفتاح الرئيسي. امال دول ايه؟ برافو عليكم، طب ما انتم مذاكرين. والله اكبر، ده مفتاح للخليه دي يفتحها يتحكم في الخليه اللي على اليمين، وده المفتاح يتحكم في الخليه اللي على الشمال. طب واللي في النص؟ يتحكم في ثلاث لوحات سواء في التيار للدخول للوحتين كلهم. يبقى انا عندي هنا مفتاح رئيسي يتحكم في اللوحات كلها، وهنا على اليمين مفتاح يتحكم في لوحه الخروج اللي على اليمين، ومفتاح يتحكم في لوحه الخروج اللي على الشمال. لوحه الدخول لا نختلف عليها عباره عن ايه؟ فولتميتر مع مفتاح اللاب، ثلاثه اميتر، وادي الثلاث لمبات اشاره. ثم برافو عليكم، في فيوزات عمومية للوحة كاملة سواء للدخول أو الخروج، وبعدين فيوزات للمفتاح اللي يتحكم في اللوحة اللي على اليمين، وفيوزات اللي يتحكم في اللوحة اللي على الشمال. تعال نفذ خليتين الخروج. خليتين الخروج عندي هنا، وإحنا شفناها في الدائرة الخطية، أربع مفاتيح ثلاثية الأوجه. أربع مفاتيح ثلاثية الأوجه. ما خدتش بالك من حاجة وأنا بتكلم هنا؟ في عندي لكل لوحة لمبة إشارة. أبين إن اللوحة دي فيها كهرباء ولا لأ؟ شغالة ولا مش شغالة؟ يبقى معنى ذلك عشان أعرف إن اللوحة شغالة بدور على لمبة الإشارة مضيئة ولا لأ. آدي أول خلية خروج. أربع مفاتيح تلات أوجه. لكل مفتاح وكل خط تلات أوجه له مسيرات وفيوزات خاصة بيه. ودي من إحدى العوامل عند تركيب الكابلات الثلاثية الأوجه. وخدناها في مادة التخطيط، وبرضه تقريبا في مادة التركيبات،
ان انا لابد ان كل خط ثلاث اوجه له خط امام خاص بيه، فيوزات خاصه بيه، اجهزه حمايه خاصه بيه. ودي كنا بنتعب منها زمان في شغلنا، كنا تلاقي الراجل اللي في الورشه محمل او يقولوا ايه موصل خطين مع بعض، موصل مكانتين مع بعض. طبعا لو حصل القصر لا قدر الله المكانتين بيطيروا. فلما ابتدت التعليم وابتدت الناس تتعلم وابتدت الناس تشتغل، ابنائنا وبناتنا في الحاله العمليه كانوا بيحددوا ان لكل اله مفتاح لوحده وخط امان لوحده، لا قدر الله حصل اي قصر يفصل الاله والاله الثانيه تفضل شغاله لانها محميه بخط لوحدها. ودي كانت احدى قواعد الامان في العمل والتنظيم، ان لكل كابل ثلاث اوجه لكل اله خط حمايه لوحده وكابل لوحده ومفتاح لوحده. دي خليه الدخول اللي على اليمين. خليه الدخول اللي على الشمال نفس الطريقه، اربع مفاتيح ثلاث اوجه، يعني اربع خطوط ثلاث اوجه. طب كل خط، طيب برافو عليك، يبقى ليه مسارات خاصه. تمام، يبقى احنا خدنا في لغه التوزيع خليه دخول واحده وخليه خروج واحده، وبعدين خليه دخول واحده وخليتين خروج بعدين. تعالوا نشوف الرسمه كده بتقول ايه عشان نعرف خليه الدخول الثانيه. خليه الدخول الثانيه بتقول لنا ايه؟ برضو اربع مفاتيح ثلاث اوجه. ناخد بالنا الاربع مفاتيح بالنسبه لي لكل مفتاح في ثلاث لمبات اشاره، اعرف ان المفتاح ده شغال والكهرباء واصله له ولا لا. وهنا برضو لكل مفتاح ثلاث فيوزات تحت او ثلاث اجهزه حمايه. دول دايرتين في نقطه التوزيع. طب ايه رايكم ناخد سؤال كلامي حضرتك قلته في بدايه الحلقه، ان انا قلت ارسم كذا 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 وكتبناه، احنا عايزين نشوفه على الشاشه. انت عايز تعرف ان لو جالك سؤال كلامي تعمل فيه ايه؟ طب ايه رايك كده؟ الشكل التالي يبين الدائره التنفيذيه، خد بالك من الكلمه، انا جايب لك في الدائره التنفيذيه وعايز الدائره الخطيه. للوحه التوزيع تتكون من واحد دائرة دخول، وهي عبارة عن مفتاح اون اوف، قاطع اوتوماتيكي كهرومغناطيسي، انا محدد اهو، مزود بحماية حرارية، يعمل بمفتاح اون اوف، جيم متمم حراري، دال جهاز فولتميتر مدى قياسه حتى 400 فولت. هنا تحديد الاجهزة مهم جدا، يبقى انا لازم اشتغل على السؤال. اتنين عدد، اتنين عدد دائرة خروج عبارة عن واحد ألف مفتاح نوف، ب قاطع اوتوماتيكي كهرومغناطيسي مزود بحماية حرارية، يعمل بمفتاح اون اوف، جيم متمم حراري. والمطلوب رسم الدائرة الخطية له. خد بالك احنا هنا السؤال معكوس، كنا دايما اثناء السنة الدراسية ارسم الدائرة الخطية والتنفيذية لها، او الدائرة الخطية مبينة بالشكل وارسم الدائرة التنفيذية لها. هنا عكسنا السؤال، جبنا لك الدائرة التنفيذية وعايز منك الدائرة الخطية، ادي الدائرة الخطية، ادي الدائرة الخطية. تعال نبص بقى على الطلبات اللي هو كان طالبها في السؤال. ادي الباور سبلاي في خلية الدخول، وادي الثلاث مصهرات، وادي مفتاح سكين عمومي، وادي الفولتميتر مدى القراءة بتاعته 400 فولت، وهنا الحماية الحرارية، الحماية الحرارية اللي احنا بنقول عليها الاوفرلود، وادي القاطع الاوتوماتيك اللي احنا بنقول عليه مفتاح الاون اوف. وطبعا واخدين الكلام ده في فواير التحكم اللي هي التوصيلة عندي من ال 3 ثم المسارات، وادي الاوف الاون مع الريشة المساعدة اللي هي الاون بالتوازي، وادي الاوف، وادي القاطع الحراري، وادي ملف الكويل اللي هو بنسميه ملف القاطع اللي بيفصل الدائره كلها عن الشبكه. طب دي الدائره اللي هي بتاعت الدخول. طلب مني ايه؟ قال لي عايز خليتين خروج. ادي خليتين خروج والاثنين زي بعض. ما طلبش دي فيها ايه ودي فيها ايه؟ قال الاثنين يحتوي على باور سبلاي اللي انا واخدها من رئيسي، وادي الفيوزات بتاعت المصيرات، ثم مفتاح السكينه والحمايه الحراريه والقاطع الاون اوف، مفتاح الاون اوف. لو لاحظتوا هنا ان الدائرتين على استقامه واحده،
والدايرتين اسطمبة واحدة زي بيقولوها. نصيحة لأبنائنا وبناتنا، يا ريت ترسم الدايرتين في الدايرة الخطية التنفيذية بتاعتك الاتنين على استقامة واحدة وبمقاسات واحدة. انت معاكم الأدوات وبسم الله ما شاء الله متدربين والشابلونة معاكم، بتدي إيحاء للمصحح إن الرسمة بالظبط. هو ما طلبش دايرة فيها حاجة ودايرة فيها حاجة بالنسبة لخلايا الخروج، هو طلب الاتنين زي بعض، الاتنين زي بعض. يا ريت بقى ابنائنا وبناتنا، ايه برافو عليك، يعني في بنت نعمل لها عمليه توافق، توافق في الرسم، برافو، في المقاسات، يا سلام. طب ما انتم مذاكرين، يبقى هنا لو طلب الاثنين والاثنين حاجه واحده، يا ريت الاثنين يكونوا تطابق في المقاسات. هو ما فرقش ما بين الخلايا الخروج، قال لك الاثنين حاجه واحده، الاثنين متطابقين والاثنين على استقامه واحده. تدي حال المصحح ان الراجل ده او الست او البشمهندسه دي راسمين صح، راسمين برافو عليكم، فاهمين هي ظروف وان شاء الله تعدي على خير. تعالوا نشوف بقى بعد كده، دي لوحه التوزيع. احنا جبنا كام سؤال دلوقتي؟ برافو عليك، ثلاثة. جبنا خليه دخول واحده وخليه خروج واحده، وبعدين خليه دخول واحده وخليتين خروج، وبعدين جبنا سؤال كلامي. ده بالنسبه لباب لوحات التوزيع. تعالوا نشوف مع بعض بقى سؤال تاني هنا، او بطريقه تانيه نحل السؤال. ايه ده؟ ده نفس الحل. نفس الحل. خدوا بالكم كده، الدايره الخطيه هترسمها اهي صح، دايره خطيه صح، كده صح، دايره خطيه، دي باور سبلاي، وادي المصراط، وادي المفتاح الاوتوماتيك بتاعه، دي الفولتميتر، وهنا الحمايه الحراريه، وادي خليتين الخروج. تعال نفذ. رسمت ديت او رسمت اللي قبلها، الاثنين صح، الاثنين صح، ادي خليه الدخول ومعاه خليتين خروج، والاثنين على استقامه واحده. واحنا لسه قايلين لابنائنا وبناتنا، يا ريت تكون مدام الرسمه الاثنين حاجه واحده، مفيش حاجه متغيره، يبقى خلي المقاسات تقريبا واحده. تعالوا نشوف مع بعض بقى سؤال من المولدات. اسئله المولدات ابنائنا وبناتنا هننبه على بعض الحاجات. اولا اخد بالي من الرموز كويس جدا، واحنا في حلقاتنا، في لو دخلتوا على الموقع لليوتيوب على قناة التعليم الفني هتلاقي مدين حلقة كاملة عن الرموز. الرموز أبنائنا وبناتنا لابد إنك تكون فاهمها كويس جدا، لأن من غير الرموز مش هتعرف تحل الدايرة وحل الرموز وتفهمها. إنما المقاسات دي بنسيبها، طبعا في مقاسات مظبوطة وزي بيقولوا اسطمبة كده. لازم في مادة الرسم ودايما من المواد المشوقة في التعليم انك تكون فاهم الرموز والمصطلحات اللي تقدر تفك بيها اي دايرة. خد بالك ان المصطلحات والرموز دي مصطلحات دولية، يعني ان شاء الله بعد ما تتخرج وتكمل تعليمك، حبيت تسافر بره او تتعلم او تكمل، نفس الرموز اللي هتلاقيها هناك هتلاقيها هنا. فلابد ان انت الفرصة الكبيرة ان انت الرموز تراجعها كويس جدا لدوائر المولد او جميع دوائر مادة الرسم الفني ان شاء الله. الدوائر اللي عندنا فيه دوائر تبقى متشابهة جدا وفيها خط صغير جدا ممكن يفرق في الرسمة، فعايزين نركز. احنا جايبين النهاردة دايرتين، اللي يفرق خط صغير جدا في الجنريتور امتى يكون المنتج ثابت وامتى يكون المنتج دائر. تعالوا نشوف اول دايرة مع قناتنا هنا في التعليم الفني بتقول ايه. ارسم الدايرة الخطية والتنفيذية لمولد طيار متردد ثلاثي الاوجه ذو منتج، ركزوا معايا، دائر، ذو منتج دائر، تغذى ملفات اقطابه من مصدر تيار مستمر. وسكت. منتج دائر، تفرق. الرسمه اللي بعد كده ان شاء الله بعد ما نشرح ديت هقول لك منتج ثابت، وحضراتكم بقى تشوفوا الفرق ما بين الاثنين، وانتوا حضراتكم عارفين الرموز. تعالوا نشوف الدائره الاولانيه اللي هي بتقول في المولدات ارسم الدائره الخطيه والتنفيذيه لمولد تيار متردد ذو منتج دائر، تغذى ملفات اقطابه من منبع تيار مستمر. تعال نشوف الدائره بتقول ايه هنا. ادي عندي الباور سبلاي، دي الدائره الخطيه، وادي المصهرات بتاعت ثلاثيه الاوجه، مفتاح السكينه، وادي هنا، ركزوا معايا في الجزء ده، مولد تيار متردد ذو منتج دائر. خد بالك من الخط ده، الخط اللي رايح للتيار المتردد اللي هو هياخد منه كهرباء. بص داخل لفين؟ لدايره الاقطاب.
لدائرة الأقطاب، وآدي المنتج هو العضو الثابت، المنتج والعضو الثابت. هنا خد بالك من الكلام ده كويس جدا، المنتج والعضو الثابت، تلاتة تيار متغير متوصلة دلتا، وآدي المصرات وآدي المقاومة متغيرة، وثم منبع التيار المستمر اللي هو عندي. لما تيجي تنفذ هذا الكلام وترسم، لاحظوا أبنائنا وبناتنا بننبه الباور سبلاي اللي هو الخطوط عندي قد ايه السمك بتاعها. بص السمك الرسمة، سمك هنا ايه، يبقى الباور سبلاي واحنا مثلناها قبل كده ان الكابل اللي جاي لك من الشارع اللي هو من شركة الكهرباء، الكابل ده سمكه قد ايه؟ ده بيبقى تخين او سميك. طيب تعالى لما بيعمل الكفريه بتاع البيت وبعدين يدخل لك الكابل اللي هيخش للشقه، تلاقي السمك بتاع الكابل ابتدى يقل، وبعدين يبتدي يدخل الكابل للشقه عندك السمك ابتدى يقل. هنقولها ثلاث مراحل لان دي في دايره المولدات. الكابل اللي جاي لك من الشارع اللي هو بيتفحت في الارض ده الكابل الرئيسي، السمك بتاعه قد ايه؟ سميك. يبقى انا بمثل الرسمه وبعمل الرسمه اعرف ان الباور سبلاي بتاعتي السمك بتاعي قد ايه، ابين للمصحح ان انا فاهم ده الكابل الرئيسي. طب خدت من الكابل الرئيسي فرع، السمك بتاعي يبتدي يقل. طب لو احط اجهزة قياسي يبقى السمك بتاعي ابتدى كمان يقل. المهندس بيبقى عينه على الرسمه بتاعته وعلى الخطوط، لابد ان يبين ان هو فاهم ويبين قوي ان الخطوط ماشيه بالتسلسل. دي ناخد بالنا بعض الملحوظات اللي بتخلينا نجيب درجات عاليه ان شاء الله. تعالوا ننفذ الرسمه ونشوف ايه حكايه الخط اللي دخل في المولد من تحت او من هنا. تعالوا نشوف مع بعض هنا، ادي الباور سبلاي ثم المصرات وادي مفتاح السكينه، احنا متفقين لغايه كده. تعالوا بقى ننفذ الدايره. هنا الثلاث ملفات العضو المنتج متوصله دلتا. بصوا حلقات انزلاق مع مين؟ مع دايرة المنتج. حلقات انزلاق مع مين؟ مع دايرة المنتج. خدت بالك انا قلت لك منتج ايه؟ منتج داير عمل عليها دايرة وحط هنا حلقات الايه؟ الانزلاق. ده الفرق؟ ده الفرق هتشوف دلوقتي. وادي ملفات الاقطاب التي تغذى بتيار مستمر. ملفات الاقطاب هنا مفيش حلقات انزلاق لان الاقطاب هي العضو الثابت. ثم الى مقاومة تنظيم الجهد، ثم المفتاح السكينة، ثم المسهرات، ثم البوزيتيف والنيجاتيف للتيار المستمر. ناخد بالنا قوي لان الرسمة اللي جاية هتبين الفرق. خدت بالك من الجزئية دي؟ خدت بالك من الجزئية دي؟ بص كده للرسمة اللي بعدها وركزوا قوي فيها. فرقت؟ ايه ده ايه ده، استنى يا مستر، اتعملت ايه؟ اقول لحضرتك هنا بقت الاقطاب هي العضو الداير. الخط جه منين؟ الخط جه منين؟ يبقى الخط اللي جاي من التيار المستمر للدائره اللي في النص هو ده العضو الداير بالنسبه لي، هو ده العضو الداير سواء المنتج او الاقطاب. لاحظ نفس الرسمه بس هنا بالنسبه لي اهو تلات اوجه، باور سبلاي، مصهرات، مفتاح سكينه. هنا المنتج ثابت. هتفرق في الخط في التنفيذيه، تعالوا نشوفها. وادي مفتاح السكينه ومصرات، وادي الباور سبلاي للتيار المستمر. تعالى ننفذ، ادي التلات اوجه ثم المصرات ثم مفتاح السكينه. تعالوا هنا قال لي ملفات العضو الثابت دلتا، تمام، ولكن العضو الثابت هو المنتج. مفيش هنا حلقات انزلاق ولا في دايرة، لكن ملفات الأقطاب في دايرة وفي حلقات ايه؟ انزلاق، ثم مقاومة تنظيم الجهد، ثم مفتاح السكينة، إلى المصرات، إلى منبع التيار المستمر. خدنا بالنا أبنائنا وبناتنا من الخط لداخل لدايرة ملفات للمنتج أو للمولد التيار المتردد سواء من هنا أو من فوق. ناخد بالنا كويس جدا لان بنتلخبط وابنائنا وبناتنا بيتلخبطوا فيها كتير جدا وتبقى من التسرع، وانا عارف الاجابه، ركز قوي في الرسمه. نيجي النقطه الثانيه، التظليل ابنائنا وبناتنا، التظليل للملفات نصيحه كاب وكمعلم، دايما التظليل اعمله في نهايه اللوحه
دايما التظليل، عشان تفرق ما بين الملف والمقاومة، التظليل للملفات يعمله بعد ما تخلص الرسم نهائي، لان الجرافيت بتاع الرصاص لابد ان هو زي ما بيقولوا بتبتدي تنظف حواليه. تمام، دايما ملفات لابد انها تظلل، يعني نصيحة، لانك انت لو ظللت بعد كل رسمة ممكن الرسم عندك الجرافيت بتاع الرصاص يبتدي يوسخ لك الروحة وتبقى مش نظيفة. تعال نشوف دايرة تانية للمولدات. الدائرة الخطية والتنفيذية لمولد تيار متردد ثلاثي الأوجه نجمة دلتا يرفع، أو مولد تيار متردد ثلاثي الأوجه ملفات العضو الثابت متوصلة دلتا يرفع خارجه عن طريق محول قدرة دلتا نجمة. الدائرة قدام مني عبارة عن إيه؟ دي الدائرة الخطية، ممكن يجيبها لك لوحدها، يجيبها لك لوحدها دائرة خطية ويقول لك ارسم الدائرة التنفيذية للدائرة المبينة بالشكل. لو جابها لك كلاميه تقول له ايه؟ او هيقول لك ازاي ارسم دائره خطيه والتنفيذيه لمولد تيار متردد ثلاثي الاوجه ذو منتج ثابت متصل ملفات العضو الثابت دلتا ويرفع خارجه عن طريق محول قدره دلتا نجمه وتغذى ملفات اقطاب المولد بمنبع تيار مستمر زي الشكل اللي قدام مننا بالظبط. طب دي الدائره الخطيه، ادي الباور سبلاي وادي المسارات وادي مفتاح السكينه وادي محول القدره دلتا نجمه، محول القدره دلتا نجمه، وانا بقولها دلتا نجمه عشان ده بيرفع القدره من المولد الى الشبكه العموميه. وادي مولد تيار متردد ثلاثي الاوجه ذو منتج، برافو عليكم، احنا لسه واخدينها في الرسمه اللي فاتت منتج ثابت. وادي دايره المنبع التيار المستمر اللي بتبقى وجهي طرف واحد او طرفين، طرفين تمالي اللي هي الوجه الواحد. تعال نفذ، ادي التلات باور سبلاي مع خط النيوترال مصرات، ناخد بالنا من المقاسات وناخد بالنا من سمك السلك. هنا توصلت النجمة، عملت النجمة بالشكل ده وعملتهم جنب بعض وقفلت النهايات مفيش مشكلة، الاتنين صح. وادي توصلت الدلتا، بداية بنهاية ونهاية ببداية، مفتاح السكينة. وادي ملفات المنتج اللي هي ملفات العضو الثابت متوصله دلتا، ثم ملفات الاقطاب، ملفات الاقطاب عليها دايره، ليه؟ لان العضو الداير مع حلقات الايه؟ الانزلاق، ثم مفتاح السكينه او المقاومه المتغيره الاول وبعدين مفتاح السكينه وبعدين المصيرات ثم البوزيتيف والنيجاتيف اللي هم منبع التيار المستمر المغذي الى ملفات الاقطاب. دي دايره مولد تيار متردد ثلاثي الاوجه متوصل دلتا المنتج والعضو الثابت يرفع خارجه عن طريق محول قدره دلتا نجمه زي ما شفناها. يبقى الدايره جات لي كلاميه، جات لي ارسم الدايره خطيه وبعدين نفذ الدايره التنفيذيه، الاثنين بالنسبه لي واحد. عمليه المراجعه انا عارف ان انتوا مذاكرين الى حد كبير جدا، احنا بس بنعمل عمليه تذكره في قناتنا قناه تعليم فني حرصا على مستقبلكم ان شاء الله وتجيبوا اعلى الدرجات. تعالوا نشوف رسمه تانية من الرسومات اللي انا بعتبرها من المهمه جدا، اللي هي حمايه المولدات. حمايه المولدات في كذا حمايات كتير جدا للمولدات، ومنها متمم فرقي، متمم ميرزا برايس، متمم تفاضلي. انا قلت ثلاث انواع، لا هم نوع واحد، برافو عليك، هو نوع واحد، ميرزا برايس تفاضلي فرقي، المسميات الثلاثه واحد. يبقى هنا هيقول ارسم ايه بقى؟ الدائره الخطيه والتنفيذيه لمولد تيار متردد ثلاثي الاوجه ذو منتج ثابت مزود، برافو عليك، بمتمم حمايه تفاضلي او فرقي او متمم ميرزا برايس. طبعا ميرزا برايس نسبة الى للراجل اللي ابتكره. تمام؟ التلات مسميات واحد، تفاضلي او فرقي او ميرزا برايس، التلات هم. طب في رسمة مستر كنا بنرسمها تلات متممات، انت مذاكر بقى، ماشي. طب لو رسمناها بتلات متممات صح. طب لو رسمناها زي الكتاب ما قال ست متممات صح، الاتنين واحد. الغرض والهدف من التعليم ومن تطويره انك انت تبقى عارف الثلاث متممات او الست متممات في النهايه الرسمه تكون مطابقه للمطلوب
مطابقة للمطلوب. لكن لو حدد 6 متممات يبقى لازم 6 متممات، حدد 3 متممات يبقى لازم 3 متممات، ما حددش رسمت 3 صح رسمت 6 صح. تمام، تعالوا نشوف دايرة حماية المولدات باستخدام متمم ميرزا برايس. الدايرة الخطية قدام مني بالشكل ايه؟ ادي الباور سبلاي والمصرات، وهنا القاطع الاوتوماتيك. ايه اللي زاد على الدايرة؟ عندي هنا حط 2 محول تيار، 2 محول تيار في النص هنا. الرمز ده احنا خدناه قبل كده اثناء دراستنا في العام، اللي هي متمم فرقي، متمم ميرزا برايس، متمم تفاضلي. احنا قلنا 3 مسميات. واحد هنا في النص هنا بالنسبة لي المولد التيار متردد الثلاثي الاوجه، هنا متوصل نجمة وزو منتج. برافو عليك، منتج ثابت. تعال ننفذ، تعال ننفذ. التلاتة بالنسبة لي التلات باور سبلاي، وادي المصرات مفتاح السكينة. هنسيب محاولات التيار دلوقتي، وادي محاولات التيار دلوقتي. هنا في النص عمل ايه؟ رسم المولد، مكملش دايرة ملفات الاقطاب، صح؟ تمام، فهمنا دي النقطة اللي كنا بنقول عليها. تعال بقى هنا ننفذ التلات محاولات تيار، تلات محاولات تيار اوتوماتيك اتوصلوا بالايه؟ بالتوالي. برافو، اتوصلوا بالتوالي. يبقى انا عندي ابتدائي ثانوي، ابتدائي ثانوي، ابتدائي ثانوي، تحت هنا ابتدائي ثانوي، ابتدائي ثانوي، ابتدائي ثانوي، صح. يبقى معنى ذلك اوتوماتيك ايه؟ هعمل ايه؟ الاول مع الاول، والتاني مع التاني، والتالت مع التالت، ده توالي. طب تعال نشوف كده، ادي المتمم محول الاولاني مع المتمم الاولاني مع المحول الاولاني، صح. يبقى المحول الاولاني مع المتمم الاولاني مع المحول الاولاني، يبقى كده التوصيله ايه؟ توالي. يبقى المحول الثاني مع المتمم الثاني مع المحول الثاني، توالي. يبقى معنى ذلك، ودي بتبقى بديهه لابنائنا وبناتنا، ان محول التيار اتوصل توالي، يبقى شغال بطرف ايه؟ واحد. طب والطرف الثاني بتاع محولات التيار فين؟ اهو. والطرف الثاني بتاع محولات التيار فين؟ اهو. كلهم واخدين توصيله التأريض او الارضي، توصيل او التأريض او الايه او الارضي. يبقى الاول مع الاول، والثاني مع الثاني، والثالث مع الثالث. طلع منهم طرفين من المتمم، بسميهم طرفين المفتاح، ومعاهم طرفين ملف القاطع اللي هو المتمم، وفي الاخر بمصدر التيار مستمر توصل كانها توصيله لمبه عاديه. هنا بنقول لو وصلت 3 متممات فقط الرسم صح، لو رسمت 6 متممات الرسم صح. الاثنين هي عمليه تسهيل، الهدف منها تعليمك ان هنا صح وهنا صح، ومش هتفرق معاك كتير جدا في الرسم. المتممين متمم من فوق، انت بتاخد توصيله من الاولاني على الثاني، يبقى طرف من فوق وطرف تحت، يبقى هما كام طرف؟ طرفين، مش محتاج. طب لو متمم واحد، طب ما متمم واحد له كام طرف؟ هما طرفين. هي الامور بتبقى سهله، ما تعقدهاش على نفسك، الامور سهله جدا، حتى في الكتاب مشروعه كويس جدا باينه. انما لو 6 متممات، انا عندي متمم فوق متمم تحت، باخد طرف من الاولاني مع طرف من الثاني، اتفضل لي ايه؟ طرف من فوق طرف تحت، كانه متمم ايه؟ واحد. لكن هم ساعات في بعض الاحيان بيحطوا متممات لما تكون الدائره كبيره، يعمل عمليه تخفيض للتيار شويه، بتبقى القدرات عاليه. ودلوقتي يمكن عملوها في المناهج الجديده في الجدارات اللي نازله ان شاء الله، عمليه اللي هي بيحطوا الاوفرلود او السيروستر او الترانزستور، بحيث ان هو يديها عن طريق الاشاره. وحضراتكم طبعا درستوا هذا الكلام في ماده التحكم والكترونيات القوه. طيب دي الدائره بتاعت متمم ميرزا برايس او المتمم الفرقي او التفاضلي لحمايه المولدات، ولذلك سميت فرقي او تفاضلي لانها بتاخد فرق التيار. تعالوا نشوف رسمه ثانيه من الرسومات المهمه جدا في المولدات، الا وهي التوافق. الدائره الخطيه والتنفيذيه لمولدين معا على التوازي وجه واحد باستخدام اميتر وفولتميتر وجهاز التوافق. لما انا اجي اوصل مولدين مع الشبكه، واحنا خدنا شروط التوافق في ماده الالات وقلناها في المراجعه، ان من التوافق من الابواب المهمه او الاجزاء المهمه جدا في ماده الالات وماده الرسم مع بعض. هو عايز يوصل مولدين مع بعض على التوازي لاجراء عمليه التوافق.
التوافق ان انا بدخل مولد مع الشبكه لرفع كفاءه الشبكه والتغذيه في الحمل، وخدنا الكلام ده في ماده الالات وشرحناها هنا في الحلقه اللي فاتت. طيب لو انا عايز انفذ الرسمه بتاعتي بالنسبه لي، يا ريت تاخد هنا التوافق زي ما احنا وبنتنا قالتها، اعمل عمليه توافق في الرسم، المقاسات الاثنين يكونوا حاجه ايه واحده. طب تعالوا نشوف مع بعض هنا الدائره المولد الاولاني فيه ايه. هنا واجي واحد يعني طرفين المصيرات ومفتاح السكين، هنا محول طيار معاه، يبقى هنا في اميتر، وادي دايره المولد جنريتور وجه واحد. خلاص نفس الطريقه هنا في المولد الناحيه الثانيه، لان الشبكه هنا العموميه مصيرات وفيوزات، وادي محول التيار مع الاميتر ثم المولد. هنا دايره التوافق، دايره التوافق عباره عن ايه؟ خد طرفين من المولد الاولاني ومعاه فولتميتر بالتوازي، التوازي منين؟ ما هم طرفين اهم. هنا الاميتر مع طرف واحد. والناحية التانية في المولد التاني طرفين مع الفولتميتر برضو هنا. هو عمل هنا محول جهد. هو وضع محول جهد. طب محول جهد؟ يبقى توازي صح، طرفين اهم. خد من هنا جهد ومن هنا جهد. حط هنا بالنسبة لي ايه؟ جهاز سنكريسكوب. جهاز سنكريسكوب. بيقارن ما بين الجهد الناتج من هذا المولد والجهد الناتج من هذا المولد مع الجهد الناتج اللي جاي منين؟ من الشبكة. لحظة التوافق، واحنا قلنا الكلام ده في مادة الآلات وقلناه كويس جدا، لحظة التوافق ان لما يكون المولدين هتلاقي المؤشر يقترب من الصفر. دي دايرة مولدات او دايرة توافق لمولدين وجه واحد معا على التوازي، ودي من احدى الدوائر او الاجزاء المهمه جدا في المنهج. طب لو عندي ثلاث اوجه، لو توافق ثلاث اوجه، التوافق الثلاث اوجه ابنائنا وبناتنا ممكن نستخدم فيه اللمبات المظلمه واللمبات المضيئه. ابنائنا وبناتنا في اجزاء تاني في المنهج اللي هي دوائر التحكم، دوائر التحكم اللي هي ازاي تشغل محرك وجه واحد وثلاث اوجه من دايرتين والحمايه عن طريق اجزاء التحكم بالنسبه لنا. في كمان الباب اللي هو كنا قلنا عليه مهم جدا اللي هو باب اللف. اللف جه في الدور الاولاني وجه واحد ثلاث اوجه في جنب واحد وجنبين. يهمني قوي في اللف ان انا اعرف خطوه ثابته او خطوه متداخله. جنب واحد او جنبين. وطريقه الرسم واللف بالذات بيبقى مصرح من خبرائنا في التربيه والتعليم ان يكون بالالوان. يعني ممكن تاخد معاك علبه الوان، طبعا مش فلوماستر لان الفلوماستر بتبقى الوان خشب، تقدر تستخدم الالوان. اللف من احد الاسئله المهمه جدا 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 المفروض ان حضراتكم يعني تكونوا فراوده فيه. فراوده ليه بقى؟ احنا كان عندنا ظروف يا سيدي، اتخذت اللف في الصف الثاني، لا طب خدته السنه دي في بدايه العام الدراسي في التدريبات العمليه ومع مدرسين الأمر. وده احنا كنا بننبه عليه في قناتنا قناه تعليم فني من الاسئله المهمه جدا في امتحانات اخر العام، وشرحناه قبل كده مره واثنين وثلاثه. اللف عندي خطواته، الخطوه الثابته والخطوه المتداخله. لو احنا عملنا الخطوات بس كده نذكركم بيها، ان انا بجيب الاول الخطوه القطبيه اللي هي عدد المجاري الكليه على عدد الاقطاب، ثم عدد المجاري كل قطب تحتوي كل وجه. وهنقول مثال سريع جدا على الخطوات بتاعتنا اللي هي بنقول عليها الخطوه القطبيه، عدد المجاري على عدد الاقطاب، عدد المجاري كل قطب تحت كل وجه اللي هي الخطوه القطبيه على عدد الاوجه، الزاويه الكهربيه اللي بنقول 180 على الخطوه القطبيه، الزاويه بين كل مجريتين بنقولها بالنسبة لك 120 على الزاوية الكهربية. دي أحد أشكال اللف اللي هو الخطوة المتداخلة لمحرك 3 أوجه 24 مجرى 4 قطب. الشكل اللي قدام مني شكل السلة، ممكن يجي لك شكل السلة أو السلسلة أو الطبقات، وقلنا قبل كده في حلقاتنا اللي فاتت إن الشكل ليس له علاقة بخطوات اللف، أي شكل يمشي بالنسبة للرسم. أبنائنا وبناتنا نتمنى نكون رجعنا مادة الرسم الفني إلى حد ما. يا رب إن شاء الله نكون أفدناكم وأسعدناكم، وبالتوفيق لكم جميعا
يا رب بإذن الله لأعلى المراتب. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.